هل يمكن أن يكون الزلزال سلاح من صنع البشر؟ الإجابة هي نعم. هناك أنشطة بشرية قد تسبب ما يطلق عليه وصف الزلازل البشرية، وهي التفجيرات النووية. أجرت كوريا الشمالية عام 2017 تجربة نووية أدت إلى حدوث زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، وظلت الهزات الارتدادية لهذا الزلزال تتكرر على مدى 8 شهور. مشاريع المناجم. إن الشركات التي تتولى حفر المناجم باتت تحفر بشكل أعمق من السابق، بحيث تزال الكثير من الصخور والمواد، وهو ما يؤثر على استقرار الأرض وفي النهاية تقع الزلازل. في عام 2017 وقع زلزال بقوة 4 درجات تقريبا في ولاية يوتا الأمريكية، وتبين لاحقا أنه ناتج عن انهيار منجم فحم. بناء السدود. في الصين حدث زلزال مدمر بلغت قوته 7.9 درجة أقوى من زلزال تركيا وسوريا في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد عام 2008، ويعتقد أن الزلزال ناتج عن تجميع 320 مليون طن من المياه فوق خط صدع في باطن الأرض، أدى إلى خسائر بشرية قدرت بنحو 80 ألفا بين قتيل ومفقود. مع السلامة، لا تنسوا متابعتي والاشتراك بالقناة.